مع يعني ما يشهده العالم من انتشار كبير جدا جدا وما يسمى بجائحة كورونا، هل كان لها تأثير على تعاطي المخدرات على سبيل التحذير؟ كان ليها تأثير كبير الحقيقة، وما زال يعني جاري رصده، لأنه الحقيقة الجائحة لم تنتهي، بل في بعض الدول إحنا ما زلنا في قلب الجائحة يعني. ولكن هقول لحضرتك، يعني مثلا أول ما حصل إغلاق لحدود الدول انخفض التهريب العابر للحدود، لأن المطارات اتقفلت والسفر قل، وأصبح هناك مخزون كبير في بعض الدول اللي مش قادرين يصرفوه، تحولوا إلى الإتجار والتوزيع من خلال المجاري المائية والأنهار. الحاجة الثانية مثلا في أنواع من المخدرات زي الأكستاسي اللي كانوا بيتناولوه الشباب في الحفلات، ما عادش في حفلات ولا تجمعات، فده قل استخدامه، في حين زاد استخدام أدوية مهدئة وأنواع من المخدرات اللي بتستخدم بشكل يعني يتناسب مع بقاء الناس في البيت. كبديل للمخدرات. المناسبة اللي الناس بتتعاطى فيها المخدرات زي الحفلات الصاخبة دي ما بقتش موجودة، ولكن مثلا كان في زيادة كبيرة جدا في استخدام الأوبيويدز، وزيادة في الوفيات من تعاطي الأفيونيات في الولايات المتحدة وكندا قدرت ب 30% زيادة في الوفيات. يعني من إبريل 2020 لإبريل 2021 أكثر من 100,000 توفوا في الولايات المتحدة وبزيادة 30% بسبب الأفيونيات الأوبيويدز. يعني في تلك الحدود الضيقة ممكن نقول يعني رب ضارة نافعة. يعني في حاجات وحاجات يعني طبعا الصحة النفسية تأثرت سلبا وأدت إلى المزيد من الإقبال على المخدرات، وخلت إنه العصابات اللي بتعمل في توزيع المخدرات والإتجار فيها تبحث عن طرق بديلة، منها الإتجار في المخدرات عبر البريد وعبر الإنترنت. دي جديدة دي. يعني كيف التوزيع يعني؟ من خلال الإنترنت. الإنترنت فيه حاجة اسمها الدارك نت أو الشبكة السوداء غير المرئية لنا جميعا، اللي بيتم تداول فيها الكثير من الأنشطة غير المشروعة، ومنها مثلا أنه تم رصد في الست شهور الأولى بعد الجائحة 9,000 موقع للاستغلال الجنسي للمرأة والأطفال. دي نشأت علشان كرد فعل لبقاء الأسر لساعات طويلة جدا أمام الإنترنت. فدايما بيكون يعني زي ما بقول العصابات التي تعمل في هذه الصناعة المربحة جدا 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 طبعا بتبحث عن وسائل لي يعني تستمر في أنشطتها.